السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الفيديو اللغة العربية للصف الثالث متوسط. راح ناخذ يعني شنو الأشياء الوزارية اللي تجي بكتاب القواعد الجزء الأول اللي تمتحنون به آخر السنة الدور الثاني. بعد لكم يومين أو يوم واحد، هو احنا اليوم ثلاثاء اي واربعاء، والخميس امتحانكم. اول ما تمتحنون اللغة العربية لخصت، انا تدرون بيا شرح الكتاب كله، لخصت الكتاب، لخصت موضوع موضوع، لخصت الادب والاملاء والانشاء والقواعد كلها. القواعد مثلا اخذت الميزان الصرفي، اخذت شلون الميزان الصرفي، شلون صيغة الأسئلة الوزارية شلون تجي، ولخصت المهم كل موضوع. فهسا هاي نقول نبذة مختصرة عن هذا الفيديو، نقول نبذة مختصرة عن مادة اللغة العربية كلها، مو بس قواعد، إنشاء وإملاء وأدب وقواعد. زين، تجون على الميزان الصرفي. أول موضوع من القواعد الميزان الصرفي، شلون تجي صيغة الأسئلة الوزارية. روحوا على صفحة 16 أول تمرين. ها عيني، أول تمرين، أول تمرين من الصفحة 16 منزل الكلمات. هذا التمرين كلش مهم ووزاري، اقروا هذا عليه، واني قلت لكم نزلته وشارحته. يعني مثلا عندنا سر، يقولها زن، هو اصله شنو؟ سارة. سر هو الفعل، يعني الوزن مالته فعل، فشنية صار سر، فل يعني العين المحذوفة، ارمي، افعي، سم، فع، استولى، استفع، انتعش، افتعل. هذني كلش مهمات. زين، تجيكم غير سؤال يقول لك عين بين الأحرف المحذوفة في الكلمات المكتوبة تحتها خط، ما يقول باللون الأحمر، يقول تحتها خط. يعني شنو الأحرف المحذوفة؟ قم، هسه هذا مو أصلها قامة، الألف محذوفة. المهم هذني التمارين الميزان الصرفي. زين، نروح على اليمن على الأدب. الأدب ايش تقرون من عنده؟ تقرون شنو أصل كلمة الأدب؟ عيني، شنو أصل كلمة الأدب؟ هذه الصفحة كلش مهمة. يقسم الأدب إلى قسمين، الشعر، النثر، وتحفظون شنو تعريف الشعر وشنو أنواعه، والنثر شنو، شنو أنواع النثر. هنا عندنا العصور، شلون كان العصور يعني بالعصر الأموي، شلون كان يسمى الأدب، المربي والمعلم هيجي، والمؤدب يعني بالعصر العباسي التهذيب والتعليم، بالعصر الحديث يعني شلون انتجوا الكتاب والشعراء من جميل النثر والشعر. زين، تاخذون على العصور الأدبية، تقولون العصور الأدبية يقسم إلى ستة أبواب. ستة عصور، شنو ستة أبواب؟ ستة عصور، عبالنا أبواب الفعل الثلاثي. المهم ستة عصور، هذا لازم بالسرة ذن العصور، هذا اللي لازم بالسرة تحفظوهن، وشنو مثلا مين يبدأ، وشنو الشعراء البيه. يعني هذا اللي العصور. بعد شنو عوامل النهضة، تعددوها وشرحوا لي واحد من عدها عوامل النهضة. يعني كيفكم انتو تشرحون. نجي على هنا الأدب، هذا الأدب يعني النثر، والنثر الفني تقسم إلى قسمين، إبداعي، وصفي، النثر العلمي شنو هو،
هذا الصفحة 22 أسئلة المناقشة أنا حالتها كلش مهمة ووزارية خاصة للتعاليل. زين تروحون على الشعراء، الشعراء ايش تقرون من الشعراء؟ أنا ما يعني أقول أقرأ واحد واحد يعني، لأن الفيديو يصير له تقريبا ساعتين أكثر. فهنا الشعراء ناخذ مثلا على هذا سبيل المثال، الشعراء تاخذون القصيدة للحفظ ثلاث أبيات الأولى بس، تقرون بس ثلاث أبيات الأولى، ما يعطيكم أربع أبيات لو شي يصير، ثلاث أبيات الأولى. ايش تاخذون من الشعراء؟ الدواوين مالته. شنو الدواوين؟ مثل عندنا هاي شنو أعمال الشعرية الشوقيات، أو عندنا كليوباترا وقنبيز ومجنون ليلى وعنترة، تاخذون هم شي الدواوين وتحفظون ثلاث أبيات. شي شلون تجيكم صيغة السؤال؟ تقول لك ما مثل ما يقول لك شاعر أحمد شوقي يكتب لي قصيدة شاعر أحمد شوقي، لا، تقولكم أكو شاعر ولد بهذا كذا وكذا ويعتبر هو شنو هو يعني من كبار الدواوين كبار الشعراء وما أعرف شنو، كتبوا لي ثلاث أبيات وشنو يشتهر به، فأنتوا لازم تعرفونه، كتبوا لي ثلاث أبيات. هذه أنواع مو أنواع، هذه الشعراء الموجودة. قلنا الأدب هم تقروها، القواعد عندنا مثلا عندنا الميزان الصرفي، مثلا عندنا شوفوا يوم مثلا عندنا اسم الفاعل، هاي المشتقات تريد ناخذها، الاسم الفاعل، الاسم الفاعل اللي اسم الفاعل شو اقول له؟ اقول له مثلا على يا وزن، هذا المشتقات مال اسم الفاعل، اسم المفعول. شوف المشتقات هي عندنا ايش قد، عندي اسم الفاعل وعندي اسم المفعول وعندي صيغه مبالغه وعدي صفة المشبهة وعدي اسم التفضيل يمكن ستة، وعدي اسم الآلة. هذن الستة شبيهن، هذن أحفظ كل واحدة ووزن مالتها، أحفظ كل واحد كل موضوع ووزن مالته. مثلا ناخذ، خلينا ناخذ مثلا عندنا هذا اسم الفاعل، هذا اسم الفاعل صفحة 62 يعني على سبيل المثال أخذت هذا اسم الفاعل. اسم الفاعل لازم أقول شنو هذا اسم الفاعل، غير إذا يعطيني سؤال أقول مثلا هذا جاني يقول لي هات اسم الفاعل وبين الوزن، غير لازم أفهم شنو أول مرة اسم الفاعل. اسم الفاعل أقول إذا كان ثلاثي على وزن فاعل، هاي أنا حافظته، مثل عندي ضارب كاتب قارئ، وإذا كان غير ثلاثي يعني رباع وخماسي وسداسي الفعل اللي أقصد. نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، مثل عندنا يستخرج أو مستخرج، لا مو نقول استخرج، سوي ليها فعل مضارع شو نقول مستخرج، وزنيها الوزن مو الوزن يعني مستخرج اسم الفاعل هذا إذا كان صيغة هذا إذا كان ثلاثي. أما إذا كان شوفوا يوم ماماتي اسم الفاعل إذا كان ثلاثي على وزن فاعل، وإذا كان غير ثلاثي رباع وخماسي وسداسي نبدل حرف المضارعة ميم المضمومة وكسر ما قبل الآخر، مثل ما قلت لكم مثل عندنا مستقبل يعني استقبل. زين أدي مثلا هذا يقول لك هات اسم الفاعل من الأفعال التالية: سمع، سامع، تدرب. شنو هذا؟ يعني شوفوا الاسم اللي هذا تدرب متدرب يعني يبدل ميم المضمومة وكسر ما قبل الآخر. عدي سمع إذا كان ثلاثي على وزن فاعل، وإذا كان غير ثلاثي على وزن إبدال ميم المضارعة وكسر ما قبل الآخر. زين ناخذ الاملاء. هسه اخذنا الادب، عرفنا شنو اسم الشاعر تقولوه وقصيدته وتكتبون ثلاث ابيات والدواوين مالته، ال شو يسموها القواعد ناخذ كل واحد كل مشتق وله الوزن مالته خاطر اعرفه. نجي على اليمن على الاملاء، الاملاء احفظ همزه وصل تعريفها وشن المواضيع مالتها، واحفظ همزة القطع
تعريفه وشنو المواضيع مالتها وشارحتها بالتفصيل. ها عيني هسه اخذنا الاملاء واخذنا الانشاء والقواعد والادب. ان شاء الله صار الفيديو واضح. ها عيني يعني قطيتكم فكرة عنه او نموذج عنه. وانتو كثروا يعني بالانشاءات، انا انطيتكم بس 3 انشاءات. خلوا وياها الوطن، خلوا وياها الارادة، خلوا شوف ايش تخلون، خلوا ان شاء الله التوفيق.